رمى يا اخويا فين مالك؟ صفاء فين؟ صفاء بقت عند خالتها مش هناك. البت مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى حين ما قلبك كان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها. طلعتيها يا رمى يا لهوي. صلاح مالها يا صلاح في ايه يا صلاح؟ يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي. ايه ده انت مستني حاجه؟ لا خالص استني اروح اشوفني. اتنين من الحارة راحوا بغمضة عين. ارتاحوا من المرض. ما تاكل يا شاوي، انت مكسوف ولا ايه؟ ما انا باكل اهو. لا ازاي الحاجة زينة بقالها كتير مش باينة، هي مسافرة ولا ايه؟ هي قاعدة عند خالتي اليومين دول. ربنا يهديها ويهدي الأستاذ تمام. صراحة يا شاوي انت من ساعة ما سبت البيت بتتلخبط خالص. معلش كل حاجة هتبقى أحسن إن شاء الله. أنا سامع إن الأستاذ تمام بقاله ليلتين بايت في الجامع. إيه؟ بايت في الجامع؟ أنت بتقولي إيه؟ أنا كنت فاكرة إنك أنت عارف. لازم يعني تنسحبي من لسانك. يا أخويا أنا لسه قلت حاجة. أيوه ايه يا اب؟ عايز حاجة يا أستاذ تمام؟ لا يا أخويا مع السلامة. الله يسلمك. تعالى يا شباب. احنا ايه اللي بيحصل لنا ده يا اب؟ الشيطان دخل البيت وقدر يفرق بيننا يا ابني. تمام يا شيطان يا ابني. ما تغلبتش عليه ليه؟ أنت الأستاذ تمام يا ابني. قوم يابا قوم ارجع البيت يابا قوم ارجع البيت ورجع امي لمي شملنا تاني يابا. يا ريت كنت اقدر يا ابني، يا ريت كنت اقدر. اواجه امك ازاي بعد اللي عملته معاها؟ انا ظلمتها وهي عمرها ما ظلمتني، طول عمرها كانت شايلاني. احط عيني في عينها ازاي؟ ازاي يا شوقي بعد اللي عملته ازاي؟ امي غلبانه، أول ما تروح تاخدها في إيديك هترجع، هترجع يابا. أمك على قد ما هي طيبة، على قد ما هي عنيدة ودماغها ناشفة، لكن برضو مهما عملت أنا هعذرها. مش ده البيت؟ مش ده البيت اللي أنت طول عمرك بتبنيه على الدين والطاقة؟ دلوقتي بتهده بإيدك. ما هو ده اللي تعبني يا شوقي، هو ده اللي تعبني يا ابني. عشان خاطري يا ابني، عشان خاطري يوم ارجع البيت وانا هروح اجيبها لغايه عندك، بعد كده اعمل اللي انت عايزه، بس ارجع بات في البيت يا ابني عشان خاطري. ابات في البيت ازاي يا شوقي؟ ابات في البيت لوحدي؟ لا انت ولا امك ولا اختك عايشه في البيت. ابات لوحدي ازاي يا شوقي؟ عشان كده يا مرهم ما كنتش بحب ارجع البيت عشان امي مش فيه. بس خلاص يا ابو ارجع انت، ارجع بات في البيت وبلاش بلاش نوبة الجامع دي يا ابو. حاضر حاضر يا ابني، وربنا يقدم اللي في الخير يا ابني. ربنا يخليك يا ابو.